ولعل البعض ينتظر مني ولو تعليقا يسيرا. أكبر ما استفدته من التجربة إيه؟ القصيرة على مدى 7 أيام في زيارتي لهذا البلد العربي المسلم المبارك أيها الإخوة، أن كل ما نعيشه من تطاحن واصطراع وتعارف مذهبي وطائفي مفتعل محقور مراد له أن يكون، وأن إمكانية الخروج منه والمعافاة منه أيها الإخوة من أسهل ما يكون. والسؤال لما لا يكون؟ لما لا نخرج من هذه اللعنة التي توشك أن تأتي على ما تبقى من أخضرنا، أما يابسنا فذهب كله إيه؟ حريقاً. بقي لدينا القليل الأخضر، اليابس انتهى. طيب هذا الأخضر القليل لما لا نستبقيه لنبني عليه لنستأنف من جديد؟ سؤال حيرني ولا أزال محتاراً. في عمان، وأنا أدعو كل من يستطيع أن يزور عمان أن يزور عمان، هذا البلد المبارك الوادع الحكيم بقيادته وشعبه، شيء يا إخواني لا يكاد يرى له مثيل في العالم، ليس في العالم الإسلامي، في العالم. ما رأيكم؟ تسامح لا نظير له، تعايش لا مثيل له. أصلي المغرب جماعة مع إخواني وأحبابي، ثم أسمع بعد ذلك صوتاً مصرياً، نبرة مصرية تتكلم في قضايا فقهية، فيقول لي الشيخ أحد أهل العلم والفضل، يقول لي: يا أخي، هذا رجل مصري يعلم الإباضية، هذا الإباضية ليسوا شوافع وليسوا مالكية ولا حنفية، ليسوا أهل السنة، يعلمهم الفقه الشافعي. قلت: عجيب. قال لي: هذا يحصل دائما في كل المساجد، وترى شافعية يتعلمون عند شيخ إباضي. قال: هكذا نعيش نحن في الصف الواحد، يصلي أحدهم أيها الإخوة بغير تكتف، يكون إباضيا أو شيعيا إماميا، إلى جانبه يصلي حنفيا، يصلي على الطريقة الحنفية أو الطريقة الشافعية أو الأخ. لا أحد ينكر، لا أحد ينطعم الآخر، لا أحد يحدجك ولو بطرف عينه، يعني مش أبدا 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 أبدا. تعايش عندهم نسمات يتنسمونها كما يتنسمون الهواء، سهل، عملية سهلة جدا جدا، حر يا أخي، كل إنسان حر. وهذا إباضي يتعلم شافعي هو حر، بده يشفع هو حر، شافعي بده يتقبض هو حر أيضا. لكن هذا لا يحدث كثير على الفكرة، وما في انتقالات مذهبية، ما في ما في، لكن في احترام متبادل من الكل. في عشاء في بيت السيد المكرم معالي الشيخ رئيس البرلمان مجلس الشورى، أول ليلة أول عشاء تناولت معهم، حضر طائفة العلماء ورجالات الدولة أيضا، وجلسنا. بعد ذلك بدأت الأسئلة، يسأل سؤالا أنا أجيب، هذا يسأل هذا يناقش، ثم يعني دخل الخط أحد أهل العلم، رجل عالم فاضل وقور كبير في السن وفي القدر في دولته، وسألني مسائل في العقيدة مما فيه خلاف بيننا وبينهم، بين أهل السنة وبين إيه؟ إخواننا الإباضية. فأجبت، فرد علي فأجبت، فناقشته أخذ وعطاء. أكثر ما أدهشني أيها الإخوة أمران: أنه يتبسم، أنت تخالفه وترد عليه الحجة بحجة أخرى ويتبسم يضحك، وانتهى النقاش بالتبسم والضحك. لا في اشمئزاز، لا في توتر، لا في علو صوت، لا في تهدج. أبدا أبدا أبدا، هو يعلم أن هذا مذهبك وأنت تعلم أن هذا مذهبه، لكن تعاطي بين أهل العلم. والعجيبة الثانية، كان في المجلس جماعة من أهل العلم والفضل، علماء حمل شهادة الدكتوراه ومن أهل العلم والتأليف، لم يتدخل أحد. شوف الأدب لوين، ما قالوش سني بين إباضية، هيا إيه نتعاون عليه، هيا 3-1 نظهر أن الإباضية المذهب، لا أبدا أبدا. أدب، هو فتح النقاش فليتمه هو أيضا. أدب عجيب جدا في هذول الناس، راقية كما قال أخي أبنس قبيل قليل، فعلا قال: هذا الشعب بما لمسناه منه فتح لنا باب الأمل في الأمة. قلت له: الأمة المسلمة مش عربية فقط، الأمة المسلمة. فيحتاج المسلم الباكستاني والهندي والماليزي والتركي والإيراني أن يتعلم من أهل عمان، لأنه مصاف عالي جدا، مصاف راقي جدا. حدثني عالم تونسي من تونس يعيش هناك منذ 30 سنة، قال لي: يا أخي، لي هنا 30 سنة، وعالم حامل شهادة الدكتوراه وداعي له مؤلفات وتحقيقات، مش يعني أي كلام، رجل وقور كبير في السن أمد الله في عمره، قال: يا أخي، لي هنا 30 سنة، لم يصدف في يوم من الأيام أن رأيت أو سمعت عمانيا يسب عمانيا أو يسب آخر أو يشتمه. قلت: عجيب. قال لي: والله 30 سنة. قلت له: شيء غريب، ما هذا الشعب؟
فصدقت يا سيدي يا رسول الله. حين بعث رجلا من أصحابه إلى حي من حي العرب يدعوهم إلى الله وإلى رسوله، فضربوه وسبوه وشتموه في صحيح مسلم. فعاد يا رسول الله، يا رسول الله بعثني إليهم فسبوني وشتموني وضربوني. قال: لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. يا الله، يعني من يوم يومهم. العجيب والجميل في أهل عمان بعد هذه الشهادة المصطفوية أنهم بذكائهم والحكمة الإلهية المفاض عليهم، هم أهل الحكمة، أنا رأيت الحكمة، لمستها لمس يا أخواني، الهدوء والسكينة، وكيف كما قلت لكم كيف يتعاطون في كل شيء، حكمة عجيبة جدا هؤلاء الناس. أن هؤلاء الشعب عرفوا كيف يحافظون على هذه المواريث الطيبة المكرمة، مواريث التسامح والسكينة والحلم والهدوء والتحابب والتعايش. لماذا لا يستفاد منهم؟ هذا هو السؤال. ولذلك لا لا لا، الأمل منداح، الصدر مشروح، الأفق قريب جدا أيها الإخوة أن نكون أمة متحضرة وراقية جدا في هذه الأبواب. ليش؟ لأن عمان موجودة، هاي في تجربة حية، دولة كاملة. وعلى فكرة عمان ليست يعني إيه دولة بسيطة، عمان بالأمس القريب إمبراطورية، لم تكن دولة بسيطة، إمبراطورية، واقرأوا عنها وعن تاريخها، دولة عريقة. ومع ذلك أعرق ما فيها أيها الإخوة تسامحها ومودتها وحبها. نعود أيها الإخوة في دقائق يسيرة لنتكلم كما قلنا لكم عن الكتلة البشرية، نريد أن نقلع